إذا لقيناها في زواج الأخ أبو عبد الرحمن. بسم الإله اللي خلقنا من الطين، الواحد المعبود من شل مخايل، يالله الغفرانك ورحمتك راجين، واكتب لنا خير ونعيم وفضايل، يا وافي المدات يا قاضي الدين، أنت الكريم اللي تمد الجزايل. حدتني الوقفة الناس عزيزين، إلهم غلا بين الضلوع النحايل، في موعد ما فيه بكرة وبعدين، حنا حضرنا في نهار الصمايل، دعوة اليا من جات جينا حريصين، والله يجمنا الكسب الجمايل، على سلوم أهل الوفا والقوانين، آقف والأرض للجزيلة بدايل، سلام يا روس الرجال المسمين، سلام والتسليم شامل وطايل، رديت ترجح بكل الموازين، على النقا والطيب لأهل الحمايل، مقداركم دايم على الرأس والعين، وفيكم هلا مليون والشك زايل، عند الكريم وعند طلق الحجاجين، حرني نومس بالفعل والدلايل، من طيب ساسه وافي مع الوفيين، واللي ارتكى شال الحمول الثقايل، جينا مبارك له وجينا مهنين، يستاهل الوافي عريب السلايل، واخوان هاللي بالمواجب كريمين، بعزومهم يرقوا روس الطوايل، من لابت الله ولعت بالميادين، ورباتهم توجع بحد الصقايل، مداتهم تغني ضعوف ومساكين، وبفعولهم تضرب جميع المثايل، أمجادهم من ماضي الوقت والحين، فالوقت هذا والسنين الأوايل، أنا أشهد إنهم في سم المجد عالين، أهل الكرم والجود وأهل الفعايل، من دون قاصر برجال الميامين، كل على القمة عيونه تخايل، وختامها يا الله يا رب المصلين، إنك تجمنا مع أهل الجمايل، وإنك توفقنا على منهج الدين، وتكتب لنا خير ونعيم وفضائل، سلامتكم.